مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة كالعادة هيكون عندنا العديد من الأخبار الهامة جدا، وأكثر تحديدا فيما يخص النادي الأهلي، سواء على أخبار في الجرايد في المواقع، وكمان هنتكلم في بعض الأخبار المحلية والعالمية وأخبار كمان محترفينا في الخارج كالعادة. فقرات حلقة برنامج كلام في الميديا زي ما عودناكم كل يوم، لكن طبعا في البداية عايزين نتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي هيبتدي استعداداته إن شاء الله من خلال مران الغد. هيكون في تمام الساعة 9 صباحا استعدادا لمباراة شبيبة الثورة المصيرية، أو اللي أصبحت مصيرية بعد الهزيمة الأخيرة أمام فريق فيتا كلوب بنتيجة 2-1 في الكونغو، بعد أداء يعني نوعا ما كان معقول للنادي الأهلي، لكن ما كانش موفق في الخروج بهذه المباراة سواء بالفوز أو حتى بالتعادل من خلال مباراته أمام فريق فيتا كلوب. هدف للأسف جه في آخر 6-7 دقائق من المباراة بطريقة يعني فيها توفيق كبير جدا جدا عند لاعب فريق فيتا كلوب الكونغولي، ولا يسأل عنها إطلاقا علي لطفي اللي أدى مباراة أكثر من رائعة في مباراة أول أمس. لكن الفريق إن شاء الله هيبتدي استعداداته من غدا، التدريبات هتكون أكيد يومية، هتبتدي بكرة الساعة 9 صباحا. الفريق أكيد هيكون في بعض المحاضرات من خلال الجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون مع اللاعبين للوقوف على نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق شبيبة الثورة المتصدر حاليا للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، والمجموعة اللي بتضم النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائرية وفيتا كلوب الكونغولي وأيضا سيمبا التنزاني. مجموعة صعبة جدا، كل الفرق الأربع فرق عندهم فرص للصعود حتى الجولة الأخيرة. النادي الأهلي كان ممكن يحسم كل هذه الأمور مبكرا، لكن أيا كان ده اللي حصل، والفريق ما وفقش في حسم التأهل مبكرا، فبالتالي الهدف الأساسي للنادي الأهلي هو الفوز في مباراة يوم السبت القادم الساعة 6 مساء في ملعب الجيش ببرج العرب، وهو نفس توقيت مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني في تنزانيا، وأكيد هتكون مباراة أخرى حاسمة جدا. اللي هيفوز في المباراتين هو اللي هيصعد، احنا مالناش دعوة بالمباراة الثانية، احنا عايزين نكسب ان شاء الله باذن الله باي طريقه، من خلال كمان مسانده كبيره من جمهور النادي الاهلي اللي هيكون موجود في هذه المباراه. فبالتالي النادي الاهلي يفوز في مباراه شبيبة الثورة، يتصدر مجموعته، يتاهل اول عن هذه المجموعه، وده هدف من ضمن الاهداف الاساسيه جدا بالنسبه للفريق. عشان نخش بقى في المراحل الحاسمه من بطوله دوري ابطال افريقيا، والمباريات كلها هتبقى ورا بعض او قريبه من بعض، خصوصا البطوله هتنتهي مع اول يوم في شهر 6 القادم. النهائي هيكون في اواخر شهر 5 واللي هو الذهاب طبعا، والعوده ان شاء الله هيكون في اول شهر 6 يوم 1/6. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق هدفه الاساسي والاسمى لكل جمهوره العظيم واللي مستني هذه البطوله الكبيره جدا، بطوله دوري ابطال افريقيا، بعد غياب فتره مش قليله بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه اللي احتفلوا بهذا اللقب 8 مرات قبل كده. مستنيين ان شاء الله ان المره دي تكون المره التاسعه، بعد ما كان عندنا امال كبيره خلال الموسمين الماضيين بالتحديد بعد ما وصلنا للنهائي ان احنا نفوز بيها، لكن ما كانش فيه نصيب. ان شاء الله المجموعه المتواجده حاليا بالجهاز الفني القدير بقياده مستر مارتن لاسارتي ان شاء الله يقدروا ان هم يحققوا هدف كل الاهلاويه بالفوز باللقب التاسع من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا. لكن بالتحديد كمان عايز اتكلم عن علي لطفي وكل المسانده والدعم من كل جمهور النادي الاهلي ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين لهذا اللاعب بعد الاداء اللي اداه في خلال مباراه طبعا الامس امام فريق او اول امس امام فريق فيتا كلوب. الراجل نزل بشكل مفاجئ بعد اصابه طبعا الشناوي، للاسف اصابه يعني نتمنى ان هي ما تكونش قويه قوي عشان يقدر حتى يكون متواجد في السكور شيت للمباراه القادمه، لان هيبقى في امور كتيره خاصه بحراسه المرمى، لوائح الاتحاد الافريقي بتنص على ضروره تواجد حارس في دكه البدلاء، بالتالي انت عندك شريف مصاب وشناوي مصاب، فهتضطر ان انت ممكن ان شاء الله الاهلي ما يلجاش لهذا الخيار، يعني ممكن تلجا لاحد اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين في السكور شيت على انهم حارس مرمى او على انه حارس مرمى اللاعب اللي هيتم اختياره طبعا من قبل الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وايضا مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، طبقا لمواصفات معينه وعوامل معينه ممكن من خلالها يتم اختيار هذا اللاعب ان هو يكون حارس مرمى. وابرز هذه المواصفات طبعا الطول الفارع، فبالتالي احنا لو بنتكلم عن بعض الاسماء المرشحه يبقى هتتكلم عن خط الدفاع. خط الدفاع اللي بيتميز بالطول شويه ممكن يكون مين؟ سعد سمير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه،
يعني دي كلها حسب المواصفات اللي ممكن يشوفها كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. لكن ان شاء الله النادي الاهلي ما يلجاش لهذا الخيار اطلاقا، وان شاء الله الشناوي يكون متواجد حتى لو مش سليم 100% ممكن يكون متواجد على دكه البدلاء كبديل لعلي لطفي لا قدر الله لو حصل له حاجه في هذه المباراه. لكن علي لطفي لازم نشيد بهذا الحارس اللي قدم مباراه كبيره، وكلنا ثقه كبيره في علي لطفي ان شاء الله خلال مباراه الاهلي القادمه امام فريق شبيبه الثوره يكون احد العوامل الرئيسيه في تاهل النادي الاهلي كاول للمجموعه ان شاء الله باذن الله من خلال مباراه يوم السبت القادم. طبعا بنشيد بعلي لطفي يبقى لازم نشيد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. في بعض الفترات الكبيره كان بيوجه بعض الانتقادات بسبب تذبذب اداء الحراس، لكن انت لما تيجي فجاه يشترك حارس ثالث في صفوف الفريق في مباراه كبيره ومصريه زي مباراه فيتا كلوب ويتالق بهذا الشكل الملحوظ اللي شفناه من خلال هذه المباراه وتصدي العديد من الهجمات الخطره والكرات الخطره والهدف كمان اللي دخل فيه لا يسال عنه اطلاقا لانها خبطت في محمد هاني، فبالتالي عليت شويه نزلت في المرمى على طول، فما يسالش عن هذا الهدف اطلاقا لان كل الاختبارات اللي تعرض ليها علي لطفي نجح فيها. فبالتالي اكيد كل التحيه للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي واللي بيشتغل بشكل مميز جدا مع حراس النادي الاهلي، حتى لو في فتره عدم توفيق لبعض الحراس لكن دايما هم عندهم المقومات الرئيسيه اللي تساعدهم ان هم يكونوا حراس كبار يليقوا باسم وتاريخ وحجم نادي كبير جدا زي النادي الاهلي. النقطه بقى الاهم واحنا مقبلين على مباراه مهمه ومصيريه، اهتمام جماهيري كبير جدا بهذه المباراه، عدد كبير جدا من الجمهور عايز يحضر مباراه الاهلي وشبيبه الثوره خصوصا ان هي مباراه حاسمه، فبالتالي تواجد الجمهور هيكون تواجد ضروري ومهم، والاهم كمان ان هو ما يكونش 10,000 بس، وده اللي نفسنا فيه بشكل كبير جدا، العدد دي يزيد 15 يزيد 20 يا ريت 25 يا رب، لو اكتر من كده كمان يبقى خير وبركه وتبقى حاجه كويسه جدا، وان شاء الله يبقى الموضوع انت كده قطعت حوالي 60% من هذه المباراه، لان الجمهور طبعا هو العنصر رقم واحد والعنصر الاساسي في فوز النادي الاهلي بتحديد جمهور النادي الاهلي جمهور قوي جدا، فانت محتاجه بكل تاكيد في مباراه مهمه زي دي مع فريق قوي ويعني قدر ان هو يتصدر المجموعه في الفتره الحاليه او بعد الجوله الخامسه بالتحديد، فبالتالي بقى اصبح من المرشحين الاقوياء للتاهل للادوار المقبله بعد ما كان مرشح للخروج من البطوله مبكرا، لكن فريق من شمال افريقيا فريق جزائري هتكون مباراه صعبه قوي، فبالتالي احنا محتاجين الجمهور بشكل كبير جدا 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 في هذه المباراه، وهو نداء في الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي انا واثق بشكل كبير جدا ان هم بيحاولوا او في خطوات بيعملوها خلال الفتره دي او خلال الكام يوم دول بالتحديد عشان يزودوا عدد الجماهير في هذه المباراه. طب حلو قوي، خلينا نروح لهذه المداخله الهامه جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي واللي في الحقيقه بيقوم بمجهودات عظيمه جدا جدا في مختلف الملفات داخل النادي الاهلي بشكل عام. يا سياده العميد مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه كله تمام؟ الله يخليك ربنا يخليك حبيبي. يعني طبعا فرصه وحضرتك معانا وكل جمهور النادي الاهلي بيسمعنا دلوقتي عايزين نطمن بدايه عن الاجراءات التنظيميه طبعا لمباراه الاهلي وشبيبه الثوره اللي هتقام ان شاء الله في استاد الجيش في برج العرب، الامور ماشيه ازاي يا فندم؟ لا الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام، هو طبعا احنا اخذنا المؤسسات الامنيه 10,000 دعوة او 10,000 للجمهور النادي الاهلي زي الاسفه بتاع الانديه الكبرى تمام، وبرده في هناك برده يعني بتوجه باتصالات كده مع الجهات الامنيه اللي احنا نحاول نزود العدد شويه لان المباراه مهمه جدا ومحتاجين جماهيرنا، والنهارده كان في فعلا حصل اتصالات من سواء رئيس النادي على مستوى رئيس النادي كابتن محمود الخطيب مع الجهات الامنيه ونائب رئيس النادي، وربنا يسهل باذن الله هنشوف بس النتيجه هتبقى ايه. هو في المبدئيه لغايه دلوقتي 10,000 تذكره، واحنا ابتدينا بالفعل فتحنا سيستم الحجز بتاعنا الاونلاين من امبارح، وطبعا يعني الحمد لله يعني في اقبال من الجمهور الحمد لله، وده جمهور النادي الاهلي واحنا متعودين على النادي الاهلي على كده اللي هو بيبقى بيساند فرقته في اي مكان اكيد. وحددنا طبعا اسعار التذاكر بتاعتنا الموحده ب 10 جنيه متعادله للجمهور عشان خاطر انت عارف طبعا الظروف الاقتصاديه ومحتاجين الجمهور بتاعنا يبقى موجود في الفتره دي، ودي تقريبا نفذت على السيستم خلاص. نفذت خلاص. دي نفذت يعني دي خلاص نفذ على السيستم. ال 5,000 تذكره التانيين كان ما بين الجوله ممتاز والمقصوره الاماميه والمقصوره الرئيسيه.
دي حددنا سعر المقصوره الاولى ممتاز ب 50 جنيه والمقصوره الاماميه ب 100 جنيه. كويس. احنا بنحاول بنساعد الناس على قد ما نقدر اللي هم يبقوا متواجدين معانا. على مستوى الاعضاء الجمعيه العموميه احنا بنعمل رحلات اليوم الواحد دلوقتي بنجهز لها بحيث يبقى في اعضاء جمعيه عموميه برضه لهم الحق في المشاركه، يبقى في وسيله مواصلات تحركهم لغايه الملعب ويرجعوا ان شاء الله يساندونا. برضه الحمد لله المباراه الساعه 6 فده ميعاد مناسب لكل الاطراف سواء اللي هم الاطراف القائمين على تأمين المباراة أو اللي بيشتغل في المباراة دي، لأن بيبقى موجود جامد جدا. الفترة اللي فاتت كان الساعة 9 دي كان بيبقى عبء على كل الناس اللي بتشارك نتيجة الجو طبعا 11 بالليل، ولازم جمهورنا يبقى عارف زي ما هو بيعاني ومشقة اللي هو يوصل عشان يشجع فرقته. الناس اللي بتتحرك على مستوى الإدارات كلها عشان خاطر تأمن مباراة زي دي برضه الساعة 6 صباحا وقبلها بأربع خمس أيام وفي أسبوع. يعني امبارح كان في اجتماع يوم السبت، كان في اجتماع في مديرية أمن اسكندرية، النهارده في اجتماع شغال برضه مع جهات أمنية. يعني في مجهود بيحصل عشان خاطر نساند فرقتنا ونكمل في مشوارنا الأفريقي. بالظبط. فالحمد لله الأمور ماشية. احنا يعني زي ما بقول احنا في انتظار بس، بنحاول يبقى في زيادة أعداد وإن شاء الله عندنا أمل هيبقى في زيادة أعداد. لو تسمح لي يا فندم عايز أسأل حضرتك بخصوص زيادة الأعداد، وحضرتك قلت لي إن كان في تواصل مع الأمن بخصوص هذا الملف بالتحديد، هل النادي الأهلي حط اقتراح بزيادة عدد الجماهير لرقم معين مثلا من خلال التواصل مع الأمن؟ احنا طبعا كنا بنطمع في مباراة زي دي، احنا محتاجين يعني جمهور ما يقلش عن 20 25 ألف. بالظبط. عشان خاطر بس نبقى يعني كلنا ورا فرقتنا. فان شاء الله باذن الله الامن وعد اللي هم بيدرسوا الموضوع بشكل عامل ازاي. لكن اهم حاجه احنا برضه دايما التزام. الفتره اللي فاتت الحمد لله كان في فعلا سواء مباراه الدوري الممتازه دينا بنشوف الناس بتتعاون معانا بشكل كويس جدا. جمهورنا الحمد لله بيتعاون معانا بشكل كويس. فطالما في تعاون بين المسؤولين او الجهات كل واحد عارف دوره كويس، الامن اللي هو بيزود الاعداد الجماهيريه تدريجيا، وكل ده برضو استعدادا للتطلو تستضيفها. فكلها احنا بنشجع الناس وبنقول لهم احنا معاكم، النادي الاهلي وجمهوره معاكم، نجاح منتخبنا هو ده الهدف بتاعنا، وصول النادي الاهلي للنهائي الافريقي والحصول على البطوله برضو ده الهدف بتاعنا. فان شاء الله يبقى في تعاون الفتره اللي جايه بالشكل الواضح بتاعنا، بس اهم حاجه التزام جماهيرنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ودي الرساله اللي اكيد حضرتك عايز توجهها لكل جمهور النادي الاهلي قبل مباراه مهمه زي دي، وضروري قوي ان انت تساند الفريق بس عشان هي مباراه مصيريه. يعني جمهورنا امير واعي طبعا، واعي جدا طبعا جدا، وهم لوحدهم بيلفظوا اي خوض عن النصر. صح. الحمد لله رب العالمين جمهورنا واعي جدا، ويقدر نتحرك من هذا المنطلق، وبنتحرك وبنطلب واحنا قلبنا جامد. اللي جمهورنا دايما بيبقى واعي للاجراءات وللمتطلبات الامنيه، اللوائح هتلاقي حاجه بالظبط بالظبط. انت ده بتطبق لوائح الاتحاد الافريقي ولوائح، هو ده اللي احنا بنقوله. اللي بيحب النادي الاهلي ما بيحافظ عليه عشان خاطر ما يبقاش فيه غرامات، ما يبقاش فيه عقوبات، ما يبقاش فيه خروج عن النص يؤدي لاحراج النادي الاهلي في مشوار الافريقي ان شاء الله. ربنا يكرمنا كلنا نحتفل مع بعض ونستقبل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هل في منفذ هيكون متوفر للجماهير في الاسكندريه، وخصوصا ان الاستاد اقرب لمدينه الاسكندريه، فطبيعي ممكن عدد الاهواويه يكون كبير جدا من مدينه الاسكندريه يحضر هذه المباراه؟ اكيد طبعا، بس في حاله انا بقول لك يعني التذاكر نفذت. احنا كنا الماتشات اللي فاتت كنا بنفتح منفذ اسكندريه في حاله الزياده طبعا. في حاله الزياده بنحاول طول بنفتح منفذ اسكندريه، لكن كويس. السيستم النهارده طبعا انت عارف السيستم ده حاصل على بطاقه النادي الاهلي لها حق في الاولويه في الحجز. اي تذاكر بتبقى عندنا موجوده زياده بنفتح على طول منفذ بنتحرك بيه بالظبط اسكندريه. لكن انا ما تهيأليش، اتمنى طبعا يبقى في زياده ان شاء الله يا رب يا رب. لو في زياده هنطرح منفذ اسكندريه هنعلن عنه باذن الله، لو في هنعمله الاربع او الخميس ان شاء الله باذن الله هنعلن عنه ان شاء الله. طيب ده فيما يخص مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، ومباراه اكيد هتكون مهمه وان شاء الله الحضور الجماهيري يكون مؤثر بشكل كبير جدا. لكن في يعني جزء اخر عايز اتكلم مع حضرتك فيه، وهو خاص بتنظيم النادي الاهلي لبطوله كره الطايره داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وسلطي الشهداء والامير عبد الله. عايز اعرف التنظيم الامور ماشيه ازاي، وبالتحديد ايضا فيما يخص الجماهير، هل حضور الجماهير لهذه البطوله مقتصر على اعضاء النادي، ولا ممكن الجمهور العادي للنادي الاهلي يحضر هذه المباراه؟ ده برضو من ضمن الملفات الهامه جدا وعلى اولويات مع اولويات في لجنه منظمه البطوله، سواء الدكتور محمد سراج او الدكتور مهند، وبرضو في اتصالات مكثفه. ان شاء الله ماتش المباراه السبت هتسمح لينا بحاجات كتير جدا جدا. كويس. هرجع اقول تاني، الجمهور احنا اداره النادي بتفتح الباب للجمهور وفاتحاه وهم عارفين كويس جدا، ولكن النهارده في قيود بتبقى موجوده، عدم الخروج عن النص ده مطلوب مننا، عايزين نشجع فرقتنا. فان شاء الله باذن الله ربنا يسهل
يعني هيبقى في اخبار كويسه لجماهيرنا كانت فرقتها في المشوار الافريقي بس برضو خلينا كل خطوه بخطوتها لغايه وقتنا هذا. اعضاء الجمعيه العموميه او الفريق الضيف برضو نفس القصه على الجمعيه العموميه، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني في كده يعني بوادر جيده ان شاء الله. بوادر جيده وبريق كده باذن الله اللي جمهورنا هيساند فريقنا سواء سيدات او رجال في المشوار الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله في هذه الحاله برضه هنقول لهم ازاي هيحصلوا على الدعوه اللي هيبقى كامله البطولتين باذن الله، وازاي يخش يحجز برضه على السيستم طالما هو عنده رغبه في مسانده فريقه داخل السنه المؤقته. فالدكتور محمد سراج والدكتور مهند يعني شغالين على قدم الوساط في هذا الموضوع، وان شاء الله يبقى تنظيم يليق بالنادي الاهلي يليق بمصر يليق برئاسه الاتحاد الافريقي، فربنا يسهل تبقى بطولتين باذن الله والاهلي يعني يحصل فيهم على اللقب الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ العميد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلمنا معاه طبعا فيما يخص جمهور النادي الاهلي وحضوره لمباراه الاهلي امام شبيبه الثوره، هذه المباراه الهامه جدا، وكمان حضوره لبطوله الكره الطائره سيدات ورجال ان شاء الله اللي هتقام خلال الفتره الجايه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب ده كان كلام مهم ومداخله مهمة جدا، خلينا بقى نبتدي في حلقتنا النهاردة ونروح نشوف أهم العناوين. الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادا للثورة. لاسارتي مفيش حل غير الفوز في لقاء السبت. الأهلي يبحث عن القمة الأفريقية أمام بطل الجزائر. الأهلي يطلب زيادة جماهيره في مواجهة شبيبة الثورة. عبد الحفيظ أدافع عن حق الأهلي والزمالك خارج الجملة. الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في موقعة الثورة. سبعتاشر مارس موعد بداية معسكر الفراعنة. طيب كلها عناوين اكيد مهمه سواء اللي بيخص نادي الاهلي او بعض الاخبار اللي بتخص الكره المحليه بشكل عام، وايضا بعض الاخبار اللي بتخص الكره العالميه ومحترفينا كمان في الخارج. خليني اقول لكم ان في الجزء الثاني من حلقه النهارده ان شاء الله هينورنا وشرفنا الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي للحديث بشكل مفصل بالتحديد عن مسيره النادي الاهلي الافريقيه خلال الفتره الحاليه، وكمان المسيره المحليه كمان مش الافريقيه بس، ده هيكون في الجزء الثاني من حلقه النهارده. خلينا نروح نشوف اللي اتكتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده. الاهرام لاسارتي الهزيمه من بيتا صعبت موقف الاهلي لكن مصيرنا بايدينا. صبحي حارس احتياطي في مباراه الثوره لغياب اكرامي والشناوي. الأخبار الأهلي يدخل دوامة الحسابات الأفريقية، لاسارتي يجهز اللاعبين لمواجهة الثورة الحاسمة، ورمضان حل مطروح لأزمة الحراس. الجمهورية بعد إصابة الشناوي الأهلي في ورطة، استعدادات خاصة للثورة ولاسارتي واثق من التأهل الأفريقي. الشروق الأهلي يطلب زيادة جماهيره في مواجهة شبيبة الثورة، الشناوي يغيب عن المباراة، تزايد فرص وليد سليمان واعتذار من اللاعبين وتعهد بالتأهل في برج العرب. الأخبار المسائي حراس الأهلي في خطر، لاسارتي حزين بعد الخسارة الأفريقية ويسعى للتعويض. أخبار الرياضة الأهلي يبحث عن القمة الأفريقية أمام الثورة، الهزيمة من فيتا تثير الغضب. روزا اليوسف الشبيبة يا أهلي المدير الفني مفيش حل غير الفوز على بطل الجزائر. أخبار الرياضة عبد الحفيظ يفتح قلبه ودافع عن حق الأهلي والزمالك خارج الجملة، أرفض اتهامات التشويه ولن نقبل المجاملات. طيب كلام مهم جدا عن النادي الاهلي في صحف النهارده، وكلام كله بالتحديد عن المباراه السابقه امام فيتا كلوب، وايضا عن المباراه القادمه امام فريق شبيبه الثوره. خلينا نبتدي بالاهرام
واللي بتتكلم على ان مستر مارتن لاسارتي قال ان الهزيمه من فيتا صعبت موقف النادي الاهلي وان المصير بتاعنا في ايدينا من خلال المواجهه المقبله امام فريق شبيبه الثوره، وده شيء طبيعي. انت القصه كلها في ايدك، تقدر ان انت ان شاء الله تفوز بشكل جيد، تقدر تتصدر المجموعه، يعني يبقى فرص النادي الاهلي في تصدر المجموعه مطروحه حتى ال 90 دقيقه القادمين امام فريق شبيبه الثوره، وفي ايدك كل حاجه ان انت تحسم المباراه وتصعد كاول مجموعه، وده هدف رئيسي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. الجزء الثاني من الخبر هو بيتكلم على ان رمضان صبحي ممكن يكون هو الحارس الاحتياطي في مباراه شبيبه الثوره لغياب طبعا اكرامي والشناوي، وده شيء ممكن يكون وارد، وزي ما قلت لحضراتكم مع بدايه الحلقه كلها امور هتكون طبقا لرؤيه الجهاز الفني وبالتحديد كابتن طارق سليمان اللي هو اكيد هيشوف المقاومات الاقرب لحارس المرمى في لاعبي النادي الاهلي، هيشوف مين هو يقدر يعوض الشناوي واكرامي، رغم ان طبعا ما حدش هيعوضهم يعني بالتحديد في هذه المباراه غير علي لطفي اللي طبيعي هو حارس اكيد، لكن ما حدش هيقدر يعوضهم من لاعبي النادي الاهلي اللي هم مش حراس مرمى اصلا. فبالتالي الملف ده شائك شويه، او مش شائك يعني عامل قلق شويه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن ان شاء الله الجهاز الفني هياخد القرار السليم، ويا رب يا رب نتمنى ان الشناوي يتعافى سريعا، او حتى لو مش بنسبه 100% الاهم ان هو يكون متواجد على دكه بدلاء مباراه الاهلي وشبيبه الثوره يوم السبت القادم. الجمهوريه بعد اصابه الشناوي ايضا بتتكلم وتقول ان الاهلي فيه ورطه، وهي في الحقيقه يعني مش ورطه، هي الموضوع صعب شويه على النادي الاهلي، ان انت بتفقد حارس او حارسين من حراسك الاساسيين، وبالتالي بتعتمد على علي اللطفي، فبالتالي ممكن تلجا لحد من الحراس، لكن الموضوع اكيد هيتم التعامل معاه بالشكل الانسب. ومن ضمنه برضو العنوان في هذا الخبر من الجمهوريه بالتحديد ان استعدادات النادي الاهلي لشبيبه الثوره هتكون استعدادات خاصه جدا. الاستعدادات ما بتختلفش يا جماعه ما بين مباراه واخرى، النادي الاهلي اهدافه كلها هي معروفه وهو الفوز في اي مباراه بياخدها سواء محليا او افريقيا، خصوصا هذه المباراه، بالتالي انت مطالب ولازم تكسب مباراه شبيبه الثوره عشان تصعد للدور المقبل ودور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، فاستعدادات اكيد هتكون قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ومستر مارتن لاسارتي واثق من التاهل ان شاء الله، ده على حسب طبعا جريده الجمهوريه كاتباه. الشروق وبتتكلم عن جزئيه الجماهير، واللي احنا جبنا طبعا في بدايه الحلقه العميد محمد مرجان، واللي كلمنا بشكل مفصل عن احتماليه تواجد عدد اكبر من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه او بالتحديد خلال المباراه اللي جايه، وفعلا النادي الاهلي طلب من خلال بعض الاتصالات مع الامن ان زياده عدد الجماهير يوصل لحوالي 20 او 25 مشجع، وده هيكون شيء ايجابي جدا بالنسبه للاعبين ان شاء الله، يديهم دافع قوي للمباراة والفوز فيها. نتمنى طبعا من الأمن، وإحنا أكيد بنكن لهم كل الاحترام والتقدير، والناس أكيد بيعملوا مجهودات عظيمة جدا، وطبقا لرؤيتهم إن شاء الله نتمنى إن هم يوافقوا على حضور عدد أكبر من جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة. الجزء الثاني من الخبر والخاص بالشروق، وهو إن الشناوي خلاص هيغيب عن المباراة دي، تكهنات، لكن خليني أقول لكم إن في محاولات لتجهيز محمد الشناوي إن هو يكون متواجد على دكة الوداع. هو صعب يلعب، يعني هو مش هيلعب، لان الموضوع التواء في الانكل ده بتبقى صعبه شويه مش سهله، يعني نيمار مثلا لاعب باريس سان جيرمان جاله التواء في الانكل بقاله 3 4 اسابيع مش موجود، بس طبعا ممكن الدرجه تختلف، درجه الاصابه تختلف من لاعب لاخر، لكن ان شاء الله نتمناها سليمه، لكن هو مش هيكون متواجد في التشكيل الاساسي، وارد ان هو يكون متواجد احتياطيا بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لوليد سليمان الفرص متاحه ان هو يكون متواجد، لكن في اعتقادي ومن خلال متابعتنا لفريق النادي الاهلي صعب ان يكون في تسرع بمشاركه وليد سليمان في المباراه القادمه، خصوصا ان انت عندك البدائل الكتير اللي يقدروا طبعا يادوا بالشكل الجيد، واللي بيشاركوا خلال الفترات الكتيره الماضيه والمباريات الماضيه، واللي ادوا بشكل اكثر من رائع خلال المباريات المحليه بالتحديد. فوليد سليمان صعب ان هو يكون متواجد في هذه المباراه، لكن الشروق بتقول ان تزايد الفرص، لكن انا بقول لحضراتكم الموضوع هيكون صعب شويه ان هو يكون متواجد. طيب نروح لخبر اخر بتحديد الاخبار المسائي، برضو بيتكلم عن حراس النادي الاهلي. هو طبعا الشغل الشاغل خلال الفتره دي هيكون موضوع الحراس بالنسبه للفريق في النادي الاهلي، وكله بيتكهن وبيتوقع الامور هتمشي ازاي، والاهلي هيتعامل مع هذه الازمه ازاي، لكن اكيد
كلنا ثقه في الجهاز الفني في اختيار الحل الانسب بالنسبه للفريق في مباراه شبيبه الثوره، لكن الاهم ان احنا مش عايزين نركز بقى مين هيكون متواجد مع على الدكه بالنسبه لهذه المباراه، احنا عايزين نركز على دعم علي لطفي لانه يستحق بصراحه ان هو يكون من حراس النادي الاهلي المميزين بالتحديد بعد مباراه فيتا كلوب. قبل المباراه عشان نكون صريحين مع بعض، كان في ناس كتير جدا مش واثقه في علي لطفي، وده كان ناتج عن بعض المباريات القليله جدا اللي لعبها مع النادي الاهلي واللي اختبر فيها ما كانش موفق بشكل كبير، لكن اعتقد بعد المباراه السابقه الحارس اثبت ان هو حارس جيد جدا عنده مقاومات كبيره جدا خلال هذه المباراه. كل الدعم ان شاء الله لعلي لطفي، مش عايزين بقى نركز مين هيكون احتياطي، ده ملف متروك للجهاز الفني هو الادرى هيعمل ايه في هذه المباراه. اخبار الرياضه بتتكلم عن ان الاهلي بيبحث عن القمه الافريقيه امام شبيبه الثوره، والكلام كله في الفتره دي زي ما احنا عارفين خلاص مش هيكون في حديث غير عن هذه المباراه، بالنسبه طبعا للجمهور الاهلاوي بشكل عام اللي مركز مع فريقه في مباراه مهمه زي دي. فبالتالي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم لو فاز هيحتل قمه المجموعه برصيد 10 نقاط كاول عن هذه المجموعه. فده الهدف الرئيسي بالنسبه للفريق والجهاز الفني. هم بيقولوا ان الهزيمه من فيتا بتثير الغضب، يعني اكيد بيبقى في زعل لما الاهلي بيخسر، لكن خلاص مباراه وخلصت، الاهلي بيركز فيما هو قادم وده الاهم، وانت كبطل لازم خلاص تنسى سواء كسبت او خسرت، بتنسى المباراه السابقه، بتركز في المباراه القادمه عشان تحقق هدفك اللي انت بتسعى ليه، وده اللي احنا اعتدنا عليه من قبل النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لاخبار الرياضه، واللي عملت حوار صحفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي اتكلم فيه باستفاضه كبيره جدا، وقال ان هو بيدافع عن حق الاهلي والزمالك بالنسبه له خارج الجمله، يعني انا بتكلم، هو الراجل قصده ان انا بتكلم فيما يخص ناديه اللي هو النادي الاهلي، ماليش دعوه بالزمالك، وان هو كمان بيرفض اتهامات التشويه ومش هيقبل بالمجاملات كنادي اهلي مش كسيد عبد الحفيظ طبعا يعني، لكن خليني اتكلم معاكم في الجزئيه دي بالتحديد. وكابتن سيد قصده هنا ايه؟ الناس كتير بعد ما الاهلي كسب بتروجيت 4-0 اداء كان رائع ونتيجه كانت كبيره جدا، كابتن سيد طلع بعد المباراه وقال ان تاجيل مباراه الزمالك والمقاولين 24 ساعه ده شيء غريب جدا وما حصلش معانا، احنا لما طلبنا ان احنا ناجل مباراه الاهلي وحرس الحدود قبل احدى المباريات في البطوله الافريقيه، فاحنا عايزين المعامله تبقى بالمثل. انا مستغرب شويه، الراجل هو مستغرب شويه ان تم تاجيل المباراه 24 ساعه. فهو بيقول ان انا مش بتكلم على الزمالك بس، لو فريق اخر حصل معاه نفس الموقف ده واحنا كنا مطالبين قبل كده ان احنا ناجل المباراه كنت هتكلم برضه، وده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ، قال ان هو بيدافع عن حقوق النادي الاهلي ومش هيقبل بالمجاملات خلال الفتره الجايه. احنا عارفين خلاص ان شبه رسمي خلاص، يعني مباراه الزمالك والمقاولين تاجلت كمان مره ثانيه ليوم 20 مارس بعد ما الزمالك ينهي مهمته الافريقيه، عنده مباراه مهمه جدا امام فريق نصر حسين داي، فبالتالي المباراه خلاص بقت يوم 20، ما اعرفش هتتاجل تاني ولا لا، بس الرؤيه العامه كده لو اتاجلت تاني الاهلي مش هيلعب مباراته امام الزمالك يوم 30 غير لما الزمالك يلعب مبارياته المؤجله وبتتمثل في مباراه المقاولون العرب، وده طبعا يعني ده تكهن باللي ممكن يحصل، دي كلها امور ترجع او تعود لمجلس اداره النادي الاهلي، وده كلام من ضمن الكلام اللي قاله كابتن سعد عبد الحفيظ كمان، قال احنا لازم يكون في تكافؤ فرص زي ما بعض الانديه هي اللي ابتدت بهذه الجزئيه، خلاص احنا حقنا احنا كمان ان احنا نتكلم ان كل الفرق تلعب مبارياتها قبل ما يقابلونا، وبالتحديد مباراه القمه اهلي وزمالك. فبالتالي في تخوف شويه، مش تخوف يعني، في ترقب للي هيحصل بخصوص مباراه الزمالك والمقاولين. هو غريب الحقيقه ان المباراه هتكون يوم 20، المنتخب عنده معسكر من يوم 17 وفي 3 لعيبه من الزمالك في المنتخب، ويقال انه تم الاتفاق مع مستر اجيري ان يسمح للاعبي الزمالك اللي في المنتخب ان هم يشاركوا في مباراه يوم 20 وبعد كده انضموا للمعسكر مباشره عشان السفر يوم 21 او 22، عشان اول مواجهه لمنتخب مصر اللي هي مواجهه النيجر هتكون يوم 23 قبل مواجهه نيجيريا يوم 26 في المباراه الوديه. فمش عارف الموضوع ده في الحقيقه هيمشي ازاي، بخلاف لعيبه منتخب مصر، في لعيبه في منتخب تونس وفي لعيبه في منتخب المغرب من الزمالك، يعني هل هم كمان هيعرفوا ياخدوا اذن من المديرين الفنيين للمنتخبات الاخرى سواء تونس او المغرب؟ ده اللي هنشوفه.
وهما المفروض على فكره ينضموا يوم 20 اللي هم اللاعبين الدوليين بالنسبه لنادي الزمالك سواء من تونس او من المغرب. الامور دي كلها مش عارفين هتمشي ازاي، لسه كله حيبان. لكن الاهم على فكره ان في مسانده لكل الانديه المصريه بتشارك في البطولات الافريقيه بشكل عام. يعني نادي الزمالك اوكي هو بيحاول يدور على حقه وبيحاول يريح لعيبته قبل مباراه مصريه بالنسبه له، نتمنى له فيها التوفيق بكل تاكيد بما انه ممثل مصري في بطوله الكونفدراليه، زي ما نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ان هو يحرز بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. لكن القصد يعني واللي حصل من كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مع مجله اخبار الرياضه ان هو ملوش دعوه بالزمالك خالص، مش قصده خالص ان هو يحتك بنادي الزمالك او ان هو يقول بعض التصريحات عن نادي الزمالك. هو الراجل بيشوف شغله كويس جدا وبيشوف فيما هو صالح للنادي الاهلي او في مصلحه النادي الاهلي خلال مجريات الامور او الاحداث اللي بتحصل دون التطرق لاي نادي اخر. هو طالب بس المعامله تبقى بالمثل ويبقى في تكافؤ للفرص في ما بين الانديه بشكل عام. طيب دي كانت اهم الاخبار اللي اتكلمت عن النادي الاهلي في صحف النهارده، خلينا نروح نشوف اللي اتكتب على المواقع. الموقع الرسمي للاهلي: الاهلي يستأنف المران صباح غد. الشروق: لاسارتي يتسلم تقريرا فنيا للغائبين عن رحله الكونغو. اليوم السابع: ربيع ياسين: الاهلي سيفوز على الثوره باكثر من هدفين وازار والاصلح للهجوم يا رب. الوطن سبورت: الشناوي يخضع اليوم لفحص طبي يحدد مده غيابه وبرنامجه العلاجي. وان ثري: الشناوي الجهاز الفني الاهلي ساتواجد في مباراه الثوره ولو احتياطيا. الفجر الرياضي: الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في موقعة الثورة. سوبر كورة: مجلس الأهلي يبحث عن حل للغز لاسارتي بالمباريات القوية. ماشي. يورو سبورت عربية: الأهلي يستعد اليوم الحساب مع لاسارتي، الموعد للزمان والمكان. سلام. كورة: مصدر بالأهلي: لن نلعب القمة قبل مواجهة الزمالك في المقاولون، ده شيء طبيعي. صدى البلد: شباب الأهلي يواجه الزمالك غدا في قمة دوري الجمهورية. بيتو: الأهلي يتواصل مع الأمن لحسم ملف الجماهير قبل بطولة أفريقيا للقائرة. طيب يعني في بعض الاخبار كده الغريبه بصراحه وانا هبتدي بيها لان لازم يترد على هذه الاخبار بصراحه. يعني بالتحديد سوبر كوره بتتكلم عن مجلس الاهلي بيبحث عن لغز او حل للغز لاسارتي بالمباريات القويه. هو النادي الاهلي يا جماعه من امتى بيحاسب المدير الفني بالقطعه؟ يعني الراجل ماشي بشكل ما شاء الله كويس جدا في بطوله الدوري، ممكن ماشي بعض المباريات الافريقيه، الراجل لعب ثلاث مباريات خارج الارض، اتعادل مباراة وخسر مباراتين. اخر مباراة بالتحديد امام فيتا كلوب الاهلي كان اداؤه جيد لكن ما كانش موفق في الفوز، وكمان ما كانش موفق في استقباله هدف موفق جدا لفريق فيتا كلوب. الموضوع مش بالقطعة خالص في النادي الاهلي، وده اللي اتعودنا عليه على مدار السنوات والسنوات العديدة الماضية. النادي الاهلي بيحاسب بفترة زمنية معينة بالموسم بالتحديد اكيد، يعني قايم المدير الفني اخر الموسم يشوف هل هو بطموحات النادي بشكل عام في تحقيق البطولات او كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي ولا لا. لكن مفيش حل للغز، ويمكن في سياق الخبر كمان متكلمين على ان بعض اعضاء مجلس الاداره مستغربين بعدم الدفع ببعض اللاعبين في مباراه كانت مهمه زي فيتا كلوب. اعضاء مجلس الاداره ما اتكلموش في الكلام ده اطلاقا اطلاقا، مش دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتكلموا، او مش ده النادي الاهلي اللي بيحصل فيه يا جماعه الكلام ده. ممكن يحصل في انديه ثانيه، ممكن اعضاء مجلس ادارات رؤساء انديه يتدخلوا في التشكيل، يتدخلوا في تجريبات بعض اللاعبين، يقولوا ده ليه شارك ده ليه ما شاركش، لكن في النادي الاهلي ده عمره ما بيحصل خالص. النادي الاهلي سواء مجلس الاداره، الجهاز الفني، اعضاء مجلس اداره، اي حد مسؤول في النادي الاهلي عارف دوره بشكل كويس جدا. التدخل بيكون امتى؟ ده بيرجع لرئيس النادي الاهلي والمشرف على الكره الكابتن محمود الخطيب، هو ادرى واحد امتى ممكن يتدخل في حاله ان الاداء سيء او النتائج سيئه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الفتره اللي فاتت لو هنحاسب على الفتره اللي فاتت كلها، لا راجل اكثر من رائع مستر مارتن لاسارتي، مدرب كبير جدا
ومبشر جدا جدا. ممكن بعض الجماهير طمعانه شويه ان الاهلي يكسب بره ارضه، هيحصل ان شاء الله يعني باذن الله الفترات الجايه النادي الاهلي هيكسب بره ارضه بشكل جيد زي ما كنا بنشوف قبل كده، لكن مع الوقت باذن الله الراجل يكون اصبح عنده الالمام الكامل بالامور او بامكانيات اللاعبين بشكل اكبر من كده كمان، ويقدر ان هو يوظف بالشكل الانسب، ويقدر بالتالي ان هو يفوز في اي مباراه ياخدها. لكن انت في نفس الوقت بتقابل فرق قويه في مجموعه قويه جدا سواء سيمبا التنزاني، رغم ان انت كنت كسبته هنا 5-0 المباراه طبعا خارج ارضك تبقى فيها ظروف اخرى مختلفه، سواء طبعا فريق بيتا كلوب فريق وصل نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت وخسروا بفرق هدف مع فريق الرجاء المغربي، فبالتالي فريق قوي جدا. شبيبه الثوره فريق قوي، والدليل على كده ان هو متصدر المجموعه بعد الجوله الخامسه. يعني انت مش بتلعب لوحدك، وارد ان انت تكسب وارد ان انت تخسر. المطلب الرئيسي لجمهور النادي الاهلي ان انت تكسب دايما، لكن في نفس الوقت مجلس اداره النادي الاهلي ما بيحاسبش الجهاز الفني بالقطعه اطلاقا، مش بعد كل مباراه ممكن يقعد يحاسب المدير الفني او يشوف ايه اللغز ان الراجل ما بيكسبش المباريات الكبيره. هي المباريات الكبيره اللي لعبها لحد دلوقتي، كل المباريات دلوقتي كلها كبيره. الراجل كسب 9 مباريات من اصل 10 في بطوله الدوري، خسر اول مباراه امام بيراميدز كان لسه جاي من يومين، تمام؟ كل المباريات بعد كده كلها كسبها في بطوله افريقيا، كسب كل المباريات او كسب 3 مباريات، تعادل مباراه وخسر مباراتين. فبالتالي مش عايزين نضخم الامور، بعض الناس بتحاول تضخم الامور عشان تهد من استقرار الفريق، مش عايزين نديهم فرصه للقصه دي خالص يعني. كمان نفس الموضوع يورو سبورت عربيه، هو عنوان كوميدي في الحقيقه يعني، اللي هو الاهلي يستعد ليوم الحساب مع لاسارتي. طب مش عارف اقول ايه بصراحه. حاجه غريبه جدا، هو الراجل عشان خسر مباراه او خسر مباراتين، بلاش مباراتين، خسر 3، الاهلي هيحاسب مستر لاسارتي ويشوف بقى اموره ماشيه ازاي. وكمان من امتى بنشوف الاهلي بالطريقه دي؟ مفيش الكلام ده خالص في النادي الاهلي يا جماعه. زي ما قلت لكم انت بتحاسب الجهاز الفني بعد فتره زمنيه كبيره، الراجل ما بقالوش شهرين مع النادي الاهلي، ورغم تواجده في الشهرين دول الناس حاسه باختلاف كبير في مستوى النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه، تطور في الاداء، تطور في اداء بعض اللاعبين بالتحديد. انت عندك كريم نيدفيد كان فين؟ كريم نيدفيد دلوقتي ما شاء الله احد نجوم النادي الاهلي، والاهلي هيتاثر بشكل او باخر بغياب كريم نيدفيد في مباراه الزمالك. يعني جه الوقت اللي جمهور النادي الاهلي زعلان ان كريم نيدفيد هيغيب عن مباراه الزمالك، ده بسبب ايه؟ بسبب ان راجل زي مستر مارتن لاسارتي اكتشف قدرات هذا اللاعب وقدر ان هو يوظفها بالشكل الصحيح، واللي نتج عنها تالق كريم نيدفيد واحرازه اهداف كمان وتالقه في نص الملعب بالتحديد. غير كريم نيدفيد عندك محمد هاني، محمد هاني بيتالق بشكل كبير جدا، كان بيتالق سابقا لكن اصبح اكثر توهجا في عصر مستر مارتن لاسارتي. عمرو السوليه كان نجم كبير جدا، عايزين تقولوا لي حاجه يا جماعه؟ قول. عمرو السوليه كان نجم كبير جدا جدا مع النادي الاهلي على الفترات على مدار الفترات الكبيره الماضيه، بس ما كناش او مش ده كان مستوى عمرو السوليه. لما جه مستر لاسارتي بان قدرات عمرو السوليه عامله ازاي، شفنا اهميه هذا اللاعب في صفوف النادي الاهلي. فبالتالي الراجل ليه بصمات حتى لو في فتره وجيزه شهرين، ليه بصمات كبيره جدا واضحه على فريق النادي الاهلي. مش معنى انه خسر مباراه يبقى يوم الحساب بقى جه ومجلس الاداره هيجيب بقى لاسارتي والجهاز الفني يقعدوا بقى، وانت انت ازاي نخسر مباراه فيتا كلوب، وازاي مش عارف ما تخليناش نتاهل بدري بدري في بطوله افريقيا. مفيش الكلام ده خالص في الاهلي يا جماعه، مش عايزين الاخبار اللي هي تهبط او تخلي جمهور النادي الاهلي يقلب. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان الحركات دي او الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مش هيأثر خالص على مسيرة النادي الأهلي اللي ماشية بشكل جيد جدا. ممكن تخفق ماتش، وبالمناسبة انت خسرت مباراة فيتا كلوب لكن لسه التحدي ما خلصش. التحدي بالنسبة لك ان انت تفوز بالبطولة مش بس تتأهل. النادي الأهلي ان شاء الله يفوز في مباراة شبيبة الثورة، بعد كده يكمل التحدي للآخر من خلال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق هذا اللقب التاسع. فبلاش نركز في الكلام اللي ملوش لازمة خالص من بعض المواقع، بصراحة حاجات غريبة جدا جدا جدا. وهم بالمناسبه صحيح اللي كانوا بيشكروا في مباراه او المباريات الماضيه يعني بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي، مش عارف المقياس بيبقى بالنسبه لهم ازاي بعد كل مباراه. يعني الراجل كسب، يا مستر لاسارتي ده جامد قوي، الراجل خسر، يا الراجل ده لازم يمشي، مدرب مش كويس، في يوم الحساب جه في النهايه. مفيش الكلام ده خالص يعني. اخبار ساعات بتبقى مستفزه، بس احنا بنحاول هنا قدر المستطاع ان احنا نرد على هذه الاخبار ونعرف كل جمهور النادي الاهلي بما هو صحيح والامور بتمشي ازاي داخل جدران القلعه الحمراء. وجمهور النادي الاهلي مش محتاج انه يعرف، هو متعود دايما
ان النادي الاهلي بيسير بالشكل الجيد من خلال مجالس اداراته كلها، مش مجلس الحالي بالمناسبه، كل مجالس اداره النادي الاهلي عارفين المبادئ والقيم والاسس اللي من خلالها بيدار النادي الاهلي في مختلف اللعبات، كمان مختلف الاصعده سواء انشائيا اجتماعيا رياضيا، يعني كل الكلام ده معروف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طيب نكمل اخبارنا، والموقع الرسمي للنادي الاهلي يعني اعلن ان بكره خلاص الفريق هيستأنف تدريباته في تمام الساعه 9 صباحا كأول مران بالنسبة للفريق في إطار استعداده لمباراة الهامة جدا أمام فريق شبيبة الثورة يوم السبت. السؤال هنا هل الفريق هيسافر قبل المباراة بيوم ولا بيومين؟ هنشوف، بس في اعتقادي إن الفريق ممكن يسافر يوم الخميس إن شاء الله صباحا علشان يعسكر 48 ساعة قبل المباراة إن شاء الله يوم السبت، لكن الأمور دي كلها متروكة للجهاز الفني هو اللي هيحسم هذا الأمر. اليوم السابع كمان بتتكلم او اتكلمت مع الكابتن ربيع ياسين طبعا المدير الفني لمنتخب الشباب ونجم النادي الاهلي السابق، واللي اتكلم وبيتفائل بشكل كبير جدا وقال ان النادي الاهلي هيفوز بفارق هدفين او يعني اكثر كمان من هدفين في مباراه شبيبه الثوره، نتمنى يا رب كابتن ربيع. وكمان هو من وجهه نظره شايف ان ازارو الاصلح للهجوم. بالنسبة طبعا ازارو لعيب كبير جدا جدا في نفس السياق او في نفس الموقف بالنسبه لمهاجمي النادي الاهلي، كل المهاجمين الموجودين مميزين قوي تحديد كمان مروان محسن خلال الفتره اللي فاتت وبعد عودته من اصابه بيشارك وواضح ان هو مؤثر سواء كمحطه في الملعب بالنسبه للفريق او حتى كهداف احرز بعض الاهداف بيساهم مع الفرقه بشكل فعال جدا، فاي حد هيشارك ان شاء الله هيحقق الهدف المطلوب وهو الفوز في هذه المباراه سواء ازارو او حتى مروان محسن. في وجهه نظر كابتن ربيع ياسين شايف ان هو ازارو ان هو يقود هجوم النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وكلنا ثقه في كل مهاجمين النادي الاهلي مش بس ازارو ولا مروان محسن، لا عندك كمان صلاح محسن، عندك عمرو جمال، عندك لا عندك فرقه كويسه جدا، عندك جونيور اجيله ولعب كمان في هذا المركز بيأدي بشكل جيد. يعني ان شاء الله نتفائل خير والامور هتسير بالشكل الجيد خلال مباراه شبيبه الثوره والاهلي يحقق الهدف المطلوب والاسمى بالفوز بهذه المباراه. وان 3 موقع وان 3 بيتكلم عن ان الشناوي تحدث مع الجهاز الفني في طريقهم للعوده للقاهره وقال ان هو عايز يبقى متواجد على دكه البدلاء وهيحاول يجهز نفسه بالتنسيق طبعا مع طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود وامكانيه ان هو يكون متواجد على دكه البدلاء، لكن هو الراجل ابدى حماسه الشديد للتواجد على دكه البدلاء في هذه المباراه، ودي روح لعيبه النادي الاهلي كله عايز يساهم في تحقيق الاهداف المطلوبه وكله عايز يساهم مع الفريق في الفوز بالمباريات، وده شيء جيد جدا من محمد الشناوي رغم الاصابه تبدو قويه بالنسبه للاعب، لكن ان شاء الله نتمنى باذن الله الاصابه يعني بنسبه ما يقدر يلحق المباراه، والنهارده هيكون في كشف نهائي على حاله محمد الشناوي عشان يتم الوقوف على المده الزمنيه اللي هيغيب من خلالها عن الملاعب، يا رب ان شاء الله تكون ايام ما تكونش اسابيع او شهور ولا حاجه، وان شاء الله ممكن يكون متواجد في المباراه من خلال الدكه ويكون لاعب احتياطي لعلي لطفي اللي ان شاء الله يكون احد العناصر الاساسيه في فوز النادي الاهلي بهذه المباراه. الفجر الرياضي بيقول ان الاهلي بيجهز مفاجاه لجماهيره في موقعات الثوره، وده اللي اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه، وهو محاوله زياده عدد الجمهور خلال هذه المباراه بالتحديد عشان جمهور النادي الاهلي هيكون العامل رقم واحد بكل تاكيد، كل ما الجمهور يزيد كل ما يبقى الحماس اكبر عند اللاعبين ان هم كده كده اكيد متحمسين وعارفين مدى اهميه هذه المباراه المصريه، لكن الاهم طبعا جمهور النادي الاهلي انه بيبقى عامل ضغط كمان على الفرقه المنافسه ايا كانت مين هي. وكوره كمان بيتكلموا على ان هم خدوا تصريح من مصدر داخل النادي الاهلي ان الفريق مش هيلعب مباراته امام الزمالك الا لما الزمالك يلعب مع المقاولين العرب. طيب هو ده شيء متوقع من الناس كلها وشيء بديهي جدا النادي الاهلي هيفكر في حاجه زي كده وكله متروك لمجلس الاداره طبعا، لكن احنا بنعلق على الخبر هنا، وطبيعي ان انت لما اجلت مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري كان علشان يعني يتم مبدا تكافؤ الفرص ما بين كل الانديه، لازم الاهلي يلعب مباراته المؤجله الاول قبل ما يلعب بيراميدز، والنادي الاهلي طبعا كان خاطب اتحاد الكره عارفين القصه دي كلها يعني، فخلاص طالما هو الموضوع كده احنا كنا او النادي الاهلي كان ملتزم دايما بالجدول اللي بيحطه اتحاد الكره، هم ممكن ما بيلتزموش شويه او بيبقى في ضغوطات من بعض الانديه للاسف يعني، لكن ايا كان احنا وصلنا لمرحله مهمه جدا ولازم يكون في مسانده في كل الامور بالتحديد اتحاد الكوره لان مقبلين على مرحله صعبه وهي تنظيم طبعا بطوله الامم الافريقيه، وكلنا ثقه ان شاء الله ان البطوله هتطلع بشكل جيد، كلنا ثقه كمان في منتخبنا، لكن الاهم ان الاهلي هيدور على حقه ساعتها
واكيد هيقول لك مش هلعب ماتش الزمالك غير لما الزمالك يلعب مع المقاولين، ده شيء طبيعي جدا. قصه وهنشوفها خلال الايام الجايه، هنشوف الدنيا هتستقر على ايه في النهايه. طيب ده كان اهم الكتب على النادي الاهلي في المواقع النهارده وعلقنا عليه، وكان كلام اكيد مهم جدا. خلينا نروح نشوف اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه واخبار كمان محترفين في الخارج. في الجول، مجاهد يكشف كيفيه حل ازمه استاد القاهره، موعد اعلان ملاعب كاس الامم النهائيه. سوبر كوره 17 مارس، موعد بدايه معسكر الفراعنه. اليوم السابع، الجري والجهاز المعاون يحصلون على مكافآت الفوز على تونس. بوابه فيتو، جريشا حكما لمباراه الترجي والصفاقسي بالدوري التونسي. بوابه اخبار اليوم، مدرب ليفربول يتصدى لهجوم الاعلام الانجليزي على صلاح. مبتدا، اسطوره ليفربول معاناه صلاح مستمره من نهايه 2018. بوابه الوفد، محمد عواد يوجه رساله او رساله شكر للمدرب حراس المنتخب والطبيب. كوره، زيدان يحسم موقفه من عرض ريال مدريد. سبورت 360، دي ليخت يضع برشلونه اولويه له. اس عربيه، هازارد يرفع رايه التحدي، سننهي الموسم ضمن الاربعه الكبار. يورو سبورت عربيه، مانشستر سيتي يقهر يونايتد في صراع ضم نجم ليون. بطولات، تقارير الضرائب الاسبانيه تفتح تحقيقا جديدا ضد نيمار بسبب برشلونه. طيب يعني هي كلها في الحقيقه اخبار مهمه جدا سواء محليا او عالميا. خلينا نبتدي محليا بموقع في الجول، واللي بيتكلم على ان المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره بيكشف كيفيه حل ازمه استاد القاهره. وفي الحقيقه الموضوع هيبقى صعب قوي 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 لو بطوله الامم الافريقيه اتلعبت من غير تواجد استاد القاهره في هذه البطوله، واستضافه مباريات مصر بالتحديد المجموعه الاولى اللي هتكون فيها مصر بكل تاكيد. فالمحاولات قائمه بشكل كبير جدا من خلال التجهيزات، سواء من ناحيه المدرجات، من ناحيه ارضيه الملعب اللي على حسب الخبر زي ما قريناه ان بيتم تجديدها بشكل كامل من الاول خالص، فده ممكن ياخد وقت كبير قوي. انا بقى السؤال هنا اللي عايز اساله، ليه استاد القاهره بقى له فتره كبيره جدا ما تلعبش عليه ماتشات؟ ليه ما تمتش للتجهيزات دي اصلا من بدري؟ حتى ما كناش هنستضيف بطوله الامم الافريقيه، ما احنا نستضيف مباريات بطوله الدوري على هذا الملعب التاريخي، ملعب خاص بالنادي الاهلي والزمالك بيلعبوا دايما عليه هذه المباريات، وبالتحديد المباريات الافريقيه، ويعتبر ملعب الرعب لكل الانديه الافريقيه. فليه احنا من بدري بدري ليه ما بنحلش مشاكلنا غير لما نتزنق في الاخر فوجئنا ان احنا هنستضيف بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي عايزين بقى نجهز الملعب؟ طب ليه من بدري ما عملناش القصه دي؟ لكن عموما هو في محاولات لتجهيز استاد القاهره باي طريقه من طرق تغيير ارضيه الملعب، وكمان بعض التجهيزات الخاصه بمدرجات الاستاد. نتمنى ان المحاولات دي تكلل بالنجاح، عشان ضروري جدا جدا ان المباريات منتخب مصر بالتحديد تكون على هذا الملعب. واستاد القاهره في الحقيقه واجهه لمصر بشكل عام، وبطوله زي دي كل الدول اكيد هتتابعها، فبالتالي ان شاء الله نتمنى حل هذه الجزئيه بالتحديد. وبالمناسبه في اكثر من ملعب كمان مرشح ان هو يستضيف او يشارك في تنظيم بطوله الامم الافريقيه واستضافه بعض المباريات او استضافه مباريات احدى المجموعات، وده خصوصا بعد خروج استاد المصري او استاد بورسعيد بالتحديد من المشاركه في بطوله الامم الافريقيه بسبب بعض الامكانيات اللي ممكن ما تكونش جاهزه، وبالتحديد يقال ان في شرخ في احد المباني الخاصه بهذا الملعب، فاستاد السلام هيكون اقرب، او حتى استاد الدفاع الجوي كمان ممكن يستضيف المباريات بدل من استاد بورسعيد. لكن خلينا نشوف ان شاء الله الامور تسير بالشكل الجيد. يعني نتمنى بصراحه كل حاجه تخص المنتخب واتحاد الكوره خلال الفتره الجايه تبقى كويسه جدا، علشان مقبلين على تحدي مهم قوي سواء تنظيميا او فنيا، ان انت تنظم بطوله الامم الافريقيه بشكل جيد زي ما احنا متعودين دايما من منتخب او من مصر بشكل عام،
استضافه 2006 كان شكل اكثر من رائع، ونتمنى يكون اكثر من رائع كمان على نفس مستوى الجمهور او نفس مستوى التشجيع الجماهير اللي شفناه خلال هذه المباراه. كل جمهور الكره المصريه كله ان شاء الله ساند بشكل قوي منتخبنا المصري، وكمان من ناحيه تنظيميه زي ما قلت لحضراتكم كان شيء جيد جدا. كمان في 2009 كاس العالم للشباب كان منظر اكثر من رائع. ان شاء الله الامور تسير بالشكل الجيد. خلينا نروح لسوبر كوره، وبتقول ان 17 مارس موعد بدايه معسكر الفراعنه، واحنا عارفين منتخب مصر مقبل على مباراه هي مهمه للجهاز الفني عشان بيجرب بعض اللاعبين، لكن هي مش مهمه خالص في مسيره المنتخب المصري في التصفيات، لان انت خلاص تاهلت لبطوله الامم الافريقيه. لكن مباراه النيجر ونيجيريا، نيجر هتكون مباراه رسميه، مباراه نيجيريا مباراه وديه، فرصه للجهاز الفني للوقوف على مستويات بعض اللاعبين وامكانيه اختيارهم في القائمه النهائيه الخاصه بكاس الامم الافريقيه. الغريب شويه عند المتابعين ان في بعض الاسماء دخلت كده وهي ما بتشاركش اصلا بقى لها فتره كبيره جدا. يعني خلينا نتكلم بصراحه بما فيهم فتوح لعب سموحه لعب مباراه واحده والراجل فوجئ ان هو متواجد، بما فيهم صلاح محسن بالمناسبه، يعني صلاح محسن برده ما كانش بيشارك ومتواجد في منتخب مصر. لكن ايا كان ايه هي الاختيارات اللي اختارها مستر اجيري، نتمنى التوفيق بشكل كبير جدا عشان هدفنا كلنا عارفينه، والضغط اصبح كبير جدا والمطالبه اصبحت اساسيه انك تفوز بالبطوله، فلازم نشتغل على صالح المنتخب بس ومصلحه المنتخب في ازاي ان احنا نفوز باللقب. عشان تفوز باللقب لازم تختار اهم العناصر اللي تقدر تساعدك في الفوز ببطوله الامم الافريقيه عشان تحقق اللقب الثامن ليك. فبالتالي مش عيب ان انت تلجا لبعض عناصر الخبره، وارد جدا دول هينفعوك بشكل كبير جدا، وبالتحديد ان هم انت تحتاجهم في بطوله الامم الافريقيه اللي هي كمان شهرين ثلاثه، عايز تستبعدهم بعد كده استبعدهم لو انت ليك هدف اخر في النزول بمعدل السن يعني قبل كاس العالم 2022 اللي احنا نتمنى ان شاء الله نتاهل ليه. لكن ان شاء الله كل المسانده والدعم للمنتخب المصري. اليوم السابع بتتكلم عن الجهاز الفني بقياده مستر اجيري وجهاز المعاون واللاعبين، خلاص حصلوا على مكافئات الفوز على تونس، ودي كانت اخر مباراه تقريبا لعبها المنتخب، اخر مباراه رسميه امام تونس في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، وانتهت بفوز منتخب مصر 3-2. والمكافاه عباره عن 12000 جنيه لكل لاعب، يعني حوالي 132000 جنيه مكافئات طلعت للمنتخب المصري حقهم طبعا طالما بيحققوا المراد والمطلوب في الفوز بالمباريات. المكافآت بتختلف على فكره طبقا للائحه اللي حطها الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص المنتخب الاول. لو بتفوز على ارضك يبقى المكافاه 12000 جنيه، خارج ارضك لو فزت 16000 جنيه، لو تعادلت خارج ارضك على ما اتذكر 8000 جنيه. يعني كلها مكافآت مالناش دعوه بالارقام، لكن المهم جدا ان اللائحه تكون محفزه للاعبين كمان بشكل اكبر خلال الفتره الجايه وانت مقبل على بطوله مهمه زي ما قلنا. طيب بوابه اخبار اليوم نروح بقى لبعض الاخبار العالميه واللي هي بتتكلم فيها من خلال مدرب ليفربول مستر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، واللي بيتكلم او بيتصدى لهجوم الاعلام الانجليزي على محمد صلاح. محمد صلاح غير موفق اطلاقا خلال الفتره اللي فاتت في احراز الاهداف بس، لكن الراجل في الحقيقه بيعمل كل حاجه في الكوره، يعني امبارح عمل اسيست لفيرمينيو وشارك في هدفين تانيين وبيأدي بشكل جيد، ممكن اللمسه الاخيره بس بالنسبه له مش موفق فيها في احراز الاهداف. الناس كلها باصه لصلاح في موضوع احراز الاهداف ده لان هو بينافس على هداف الدوري الانجليزي، اجويرو 18 هدف، صلاح، هاري كين، وكمان اوباميانج امبارح بقى 17 هدف، ساديو ماني دخل كمان في السباق بقى 16 هدف، فالناس كلها عايزه صلاح دايما يبقى في التوب، وده شيء طبيعي جدا، وطبيعي ان يكون في انتقادات لصلاح لان شافوا مستوى مبهر من لاعب الموسم الماضي في احراز اكثر من 40 هدف في المسابقات كلها، فكان متوقعين ان ممكن عدد الاهداف ده كمان يتكرر، لكن صعب، لكن وارد جدا صراحه ان شاء الله يتالق خلال المرحله الجايه في احراز الاهداف، لكن هو في الحقيقه بيأدي كل اللي عليه في ارضيه الملعب، وده اللي قاله مستر يورجن كلوب. قال بالنسبه له هو ان صلاح كان نجم مباراه الامس امام بيرنلي، وقال ان هو الراجل عمل مباراه كبيره جدا، لكن الاعلام كله هيبص لاحرز الاهداف، لكن انا رؤيتي مختلفه كمدير فني، وده الكلام اللي قاله مستر يورجن كلوب المدير الفني الالماني لفريق ليفربول.
نتمنى لصلاح كل توفيق خلال الفتره الجايه. نتمنى كمان ليفربول ان هم يفوزوا ببطوله الدوري، أو يفوزوا ببطوله يعني سواء الدوري او تشامبيونز ليج، لان بقى لهم فتره كبيره جدا ما بيفوزوش ببطولات خالص. وبالمناسبه جمهور ليفربول الاهم بالنسبه له بطوله الدوري، مش بطوله دوري ابطال اوروبا، لان هم من بقى لهم 29 سنه من سنه 90 ما خدوش بطوله الدوري، وده شيء صعب قوي على فريق كبير جدا بحجم وجماهيريه ليفربول. طيب كوره بتتكلم على زيدان وحسم موقفه من عرض ريال مدريد. احنا عارفين ريال مدريد بيمر بظروف صعبه قوي قوي خلال الفتره اللي فاتت دي، خرج من كل البطولات تقريبا، تشامبيونز ليج خرج، الدوري خلاص فقد فرصه كلها في الحصول على الدوري بسبب النتائج والهزائم الاخيره من برشلونه، كمان التشامبيونز ليج خرج من او خرج من الكاس والدوري، والتشامبيونز ليج كمان خرج من فريق اياكس في مفاجاه كانت كبيره جدا. فسولاري المدير الفني الحالي خلاص اعتقد ان هو مش هيكون متواجد، في تواصل حصل مع زين الدين زيدان والساعات الاخيره او الدقائق الاخيره خلاص يعني بيلوح في الافق ان زيدان وافق على عودته لتدريب فريق ريال مدريد كمدير فني. وطبعا احنا عارفين الحقبه بتاعت زين الدين زيدان كانت مليئه بالانجازات العديده لريال مدريد، وبالتحديد في الحصول على ثلاث نسخ متتاليه من الشامبيونز ليج، ودي حاجه كبيره جدا بالنسبه لريال مدريد وبالنسبه للبطوله نفسها في اوروبا. بطوله صعبه قوي، مش سهل ان انت فريق تاخد البطوله ثلاث مرات ورا بعض يعني. فبالتالي عوده زيدان هتبقى شيء مفرح جدا بالنسبه لجمهور ريال مدريد في العالم كله، وانا منهم في الحقيقه يعني. سريعا سبورت 360 تتكلم على دي ليخت اللي هو مدافع اياكس، مدافع قوي جدا 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 وهيبقى من افضل المدافعين على مستوى العالم بجانب طبعا مدافع ليفربول فان دايك، الاثنين في منتخب هولندا، واعتقد منتخب هولندا قادم بقوه. لكن دي ليخت بيقول ان هو عايز يروح برشلونه او حاطط اولويه لبرشلونه في اطار العروض العديده اللي جات له سواء من يوفنتوس اتلتيكو مدريد، يقال ليفربول كمان عايزه هذا اللاعب. هنشوف دي ليخت في النهايه هيروح فين مع سوء الانتقالات الصيفيه المقبله. طيب دي كانت بعض واهم الاخبار المحليه والعالميه، وكمان بعض الاخبار الخاصه بمحترفينا بالخارج بالتحديد محمد صلاح اهم المحترفين بالتحديد يعني. بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي عشان نتكلم في العديد من الملفات والامور فيما يخص النادي الاهلي وفيما يخص الكره المحليه بشكل عام بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. بينضم لي في هذه اللحظات استاذنا الكبير استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم منورني ومشرفني. ازيك يا امير؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ بالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. يعني في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها بالتحديد، نبتدي طبعا بالنادي الاهلي والمسيره الافريقيه والتحدي الهام اللي بيسير فيه النادي الاهلي خلال هذا الاسبوع بالتحديد. خلينا نتكلم في البدايه، كيف رايت مباراه الاهلي وفيتو كلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شفت الاهلي في بدايات المباراه قلت ان الاهلي هيعمل مباراه كويسه، هيعمل نتيجه كويسه وهيعمل زي ما هو عامل مباراه كويسه، وشفت النادي الاهلي زي ما شفته في المباراه الاخيره حتى في الدوري. الاهلي في الدوري بيديك باور، بيدي جمهوره باور، بيدي طاقه كبيره للجمهور وامل كبير ان الـ 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 الامل موجود في اي بطوله بيشارك فيها، ودي ميزه النادي الاهلي اللي بيختلف فيها عن معظم الانديه الثانيه، الانديه البطولات مش الانديه الانديه العاديه يعني. ف بصراحه انا كنت متوقع يتعادل يفوز الاهلي، انما اخر حاجه جت في دماغي هي خساره النادي الاهلي. ليه؟ لان الاهلي في منحنى تصاعدي في الدوري وفي البطوله، يعني حتى في البطوله الافريقيه بغض النظر انه لما يكسب ما يكسبش خارج ملعبه، لكن منحنى التصاعدي بالنسبه لي ده واضح، لتالق لعبته لتالق المدير الفني بتاعه. خرجت كنت في مكان كنت بصلي وخرجت فوجئت ان النتيجه 1-0 في اخر 4 دقائق، فطبعا اندهشت اندهاش طبيعي ومنطقي، لانك انت برضه بتتكلم عن فرقه بحجم النادي الاهلي والمنافس قوي، المنافس برضه الناس مش واخده بالها ان الاهلي بيلاعب منافس شديد ومنافس عنده امل ولسه منتشي بقاله شهرين ثلاثه بطوله الكونفدراليه مش اي. وخلي بال حضرتك دلوقتي برضه الناس مش حاطه في دماغها ان 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 الانديه الافريقيه حاليا اصبحت تختلف تماما عن الافريقيه الانديه قديما. زمان في الثمانينات والتسعينات، يمكن انت ما حضرتش الحاجات ديت، انا حضرتها في الثمانينات
الثمانينات، كانت الثمانينات مثلا التسعينات الاهلي بيلعب مثلا مع اي فريق الجمهور الاهلي يعد مثلا النهارده 5 النهارده 4 النهارده 3 النهارده 2 كان ممكن يكسب بره الانديه المصريه كلها لما مقاولين صنع تاريخه بره من افريقيا والزمالك وكل الانديه التي شاركت في البطوله الافريقيه صنعت تاريخ في هذه الايام لان الانديه القويه كانت تعد على اصابع اليد الواحده يعني. فبالتالي منطقي ان الاهلي يكسب اي بطوله بيدخلها. فبقول لحضرتك ان زمان الامر اختلف عن دلوقتي. زمان زي ما بقول لحضرتك الاهلي كان يكسب بره واحيانا يكسب جوه، واسف يكسب بره واحيانا يعني كتير ويكسب بره برضه كتير وبيحصل على بطولات عديده. الانديه الافريقيه اختلفت تماما، الملاعب اتغيرت تماما، القوه الانديه اصبحت تطمع في قوه افريقيه ظهرت زي مازيمبي يعني عشان بس جمهور الاهلي ما يقولش الاهلي ماله، لا الاهلي كويس ما فيش مشكله فيه، اي نعم ما خدش بطوله من 2013 ولكن الظروف بتعكسه في السنوات الاخيره. برغم اللي حصل وبرغم نتيجه الخساره لكن انا متفائل بطبعي بالنسبه للنادي الاهلي انه محتاج ثلاث نقاط. ثلاث نقاط مهمين جدا من هذه المباراه. متصدر كمان مجموعه. يبقى متصدر المجموعه ويصعد من الباب الكبير. وده طبعا عهدنا بالنادي الاهلي وده شيء شايفه منطقي وطبيعي، ولكن برضو انا مندهش لعدم تحقيق نقاط متعدده في البطولات او في دور المجموعات هذا العام. لانه برضو خلي بال حضرتك الاهلي المفروض يكون اختلف تماما من يناير عنه ما قبل يناير. تمام. بالإضافة إلى العناصر الكتيرة والعناصر المهمة اللي ضمها، ولكن طبعا لازم أقول على حاجة مهمة وهي أن مع الأسف الشديد معظم الصفقات التي ضمها الأهلي في يناير لم ترق إلى طموحات جماهيرها. يعني لم تقدم المستوى المأمول منها، يعني هي مستواها كأسماء مستواها كلعيبه لا هم هيلين وراعين من افضل الصفقات التي ضمها النادي الاهلي. كويس. ولكن شيء طبيعي ممكن يكون لسه عايز وقت شويه بالنسبه له. بص انا ما بحبش المباريات الجاهزه. ليه؟ لان النادي الاهلي المفروض اللي ينضم للنادي الاهلي ده يكون مكتمل كامل الاوصاف زي ما بيقولوا، بمعنى بدنيا وذهنيا وينسجم سريعا، لان انت بتخش في منظومه مش يعني محتاج فيها انك تدخل سريعا للاهلي محتاجك. كويس. فهتقول لي رمضان صبحي؟ لا رمضان صبحي احد العناصر من ابناء النادي الاهلي ومش محتاج انسجام لانه احد ابناء النادي الاهلي وعنده رمضان انسجام بتاع النادي الاهلي. حسين الشحات لسه جاي من بطوله كبيره زي العالم. بس والله مش مبررات جاهزه ولا حاجه يا استاذ عبد المنعم، ما هو برضه انت ممكن كلاعب يبقى عليك بعض الضغوط الكبيره جدا، ودي حصلت على مدار كل الصفقات اللي حصلت لكل الانديه بشكل عام او بتحديد ناديي القمه الاهلي والزمالك. لما بتجيب لعيب وبتضمه بيبقى السبوت عليه بشكل كبير جدا، تركيز معاه من كل الجوانب، فبالتالي يبقى عليه ضغوط، بالتالي لسه عقبال ما بيتخلص من هذه الضغوط بياخد وقت. بيدخل نوع اسمه الشخصيه نفسها. طبعا انت اللاعب شخصيته ايه؟ شخصيته قادره على هضم واستيعاب الموقف اللي هو فيه ولا لسه محتاج؟ طب ده يظهر بعد قد ايه؟ ده يظهر على حسب الشخصيه. يعني حسين الشحات انا بصراحه انا مندهش. ليه؟ لان حسين الشحات المفروض انت تعرضت لاختبارات كبيره واختبارات قدام انديه عالميه وفي دوري قوي، دوري ابطال اسيا والدوري الاماراتي والدوري، ولعبت كاس عالم للانديه، فبالتالي انت مش محتاج الفتره دي كلها عشان تدخل النادي الاهلي. يعني انت لغايه دلوقتي لعبت حوالي 15 مباراه في النادي الاهلي على ما اتذكر، او 12 15 مباراه، جاب هدف وصنع 4 اهداف. لا دي نسبه بالنسبه لحسين الشحات نسبه قليله جدا. تمام. رمضان صبحي لم يقدم حتى هذه اللحظه المطلوب منه كنجم كبير، كنجم الاهلي مستعين بيه عشان يرفع من مستوى النادي الاهلي، مش الاهلي اللي يرفع من مستوى رمضان صبحي. كويس. خلي بالك الاهلي لم يستفد حتى هذه اللحظه من رمضان صبحي، لان انا حاسس ان رمضان صبحي برضو ما اعرفش ايه الحاجات. انا حاسس ان رمضان صبحي ما اتغيرش يعني من سنه 2017 او 2016 بساعه ما خرج من مصر. هو رمضان صبحي. انا كنت المفروض انت خرجت دوري انجليزي يعني خبرات يعني مباريات قويه بغض انت برضو مجرد وجودك في مكان بس دوري انجليزي ده خبرات. طبعاً. تمام. تستفيد بقى، بتحتك بمدربين، تحتك بلعيبه، تحتك الاحتراف على الوجه الحقيقي. يعني عايز تفهمني ان وجوده في الدوري حتى لعب كل مباريات
افضل ولا وجوده في نادي الانجليزي حتى لو لعب بعض الوقت، لان خلي بالك حضرتك الدوري الانجليزي مختلف، الاجواء مختلفه، الظروف مختلفه، فبالتالي انت المفروض يا رمضان يا صبحي تكون افضل من كده وتحقق طموحات جماهيرك. اللي انا شايفه من افضل صفقات النادي الاهلي في يناير وحمدي فتحي، وبيظهر واضح جدا في غيابه عن النادي الاهلي، الاهلي بيتاثر. تخيل الاهلي بيتاثر ان هو، خلي بال حضرتك حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتجيد دورين وعامل كده زي ايه يعني، عامل زي حاجه وصل بين الهجوم والدفاع، و انما اللي نافع الاهلي اكتر في عندك فاصل؟ لا مش فاصل. انا بس عايز اقطع حضرتك يعني بعد اذنك يعني بالتحديد على رمضان صبحي وحسين الشحات. موافق حضرتك جدا ان هما مش بالمستوى اللي خلي بالك انا بتكلم عن رمضان صبحي والشحات، لان دول بيعتبروا امكانياتهم كتير الجماهيريتين اللي جماهير النادي الاهلي والاهلي نفسهم بيعول عليهم كتير، نجوم شباك يعني. هذه اللحظه لم يستفد الاهلي بالزبط من العنصرين دول. طيب في المقابل معلش يعني صدر في صدر حاجه بسيطه جدا الناس لازم تاخد بالها منها، اللي نفع الاهلي حاليا صفقاته القديمه اللي كانت مصابه ورجعت. يعني اجاي عامل مع النادي الاهلي من اروع المباريات طبعا، ولولا وجود اجاي الاهلي لم يكن في هذا المستوى. حاجه ثانيه، علي معلول قمه في المستوى وقمه طبعا في المهاره وقمه في الوعي التكتيكي وقمه في تقديم نفسه بشكل. انت خلي بال حضرتك كل ما يلعب اكتر كل ما تقول ان هذا اللاعب عامل زي الجوهره الثمينه، كل ما تقدم كل ما ازداد رونقه. وحسن فعل النادي الاهلي ان هو جدد معاه. نمره ثلاثه عمرو السوليه. عمرو السوليه انا شايف ان عمرو السوليه رجع للمستوى القديم ايام ما كان في الاسماعيلي قبل ما احترف والكلام ده. عمرو السوليه بيجيد الدفاعات بيجيد الادوار الدفاعيه بشكل محترف وجميل، والضغط على المنافس في نص الملعب، وكمان عندك بيصنع وبيجيب اهداف. صح. عندك محمد هاني، هل هذا محمد هاني اللي احنا نعرفه فتره كبيره؟ عنده الامكانيات والقدرات وحاسين بده، لكن لم يظهرها بالشكل المناسب والمطلوب. عندك كريم ندفد. كل هذه الاسماء هي التي صنعت الفارق مع النادي الاهلي، ولم تصنعها الصفقات الجديده اللي لو عملت المطلوب منها بالاضافه لتالق القدامى لا الاهلي كان هيبقى الامر مختلف تماما بالنسبه له. طيب مستعجل على السؤال الجديد. لا مش سؤال، انا عايز اعلق بس على حسين الشحات ورمضان صبحي. ممكن الفتره دي مش في قمه مستواهم المتوقع من قبل جمهور النادي الاهلي ومن قبل كل المتابعين، لكن طبيعي جدا فتره كانت صعبه على النادي الاهلي قبل كده، قبل يناير جايين على هم على فتره صعبه جدا بالنسبه للفريق، فواحده واحده ان شاء الله اكيد هيعودوا لمستواهم، واحده واحده باذن الله بندعمهم بكل قوه علشان ان شاء الله يساهموا مع النادي الاهلي بشكل اكبر، سواء من ناحيه الاداء او من ناحيه النتائج، وده شيء متوقع بالنسبه لنجوم كبار جدا زي حسين الشحات وزي رمضان صبحي. مستني منهم الكتير ان شاء الله. اختلف معاك تاني؟ اختلف براحتك مش مشكله. رمضان صبحي والشحات الاهلي المفروض ما استناهمش. الاهلي ما استناهمش لهم اسمين كبيرين. الاهلي كان محتاجهم وجابهم في الفتره دي، والا كان استنى مثلا فتره من الفترات ويجيبوا فتره ثانيه. الاهلي كان مستنيهم عشان يدعموا النادي الاهلي في هذه الفتره تحديدا، حضرتك بتقول الاهلي في فتره حرجه. فكان من الطبيعي والمنطقي ان يكون رمضان ويكون حسين هم الداعمين الاساسيين للنادي الاهلي في هذه الفتره. انت قصدك حضرتك ان بشكل سريع يعني حكايه الصبر والكلام ده كليشيه معروف، وطبعا والنادي الاهلي دايما بيصبر على لعيبته. اي فريق عنده اي نجم بيجيله جديد لازم يصبر عليه، لانه في النهايه انت بتقدم. انا على فكره لا اختلف على امكانيات الشحات ولا اختلف على امكانيات رمضان صبحي، لكن انا كنت اتمنى انهم يظهروا بصوره سريعه يتغلبوا عن اي عوامل خارجيه اسرع من كده مع النادي الاهلي. ده كان شيء متوقع، كان هيفرق مع النادي الاهلي، كان فارق كبير جدا. لكن خلي بالك الماتشات اللي خارج بره مصر يعني محتاجه واحد زي حسين الشحات، محتاجه ظهور رمضان صبحي، محتاجه كل العناصر تكسب تساعد الاهلي في 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 مكسب محتاجه. انت خلي بالك اللي خلى الاهلي في هذا الموقف الصعب التوقف على نتيجه المباراه، ان الاهلي لم يكسب الا نقطه واحده، نقطه مباراه شبيبه الصوره. كويس ماشي، بس اكيد كل الدعم لرمضان صبحي، كل الدعم لحسين شحات، ان هم سريعا لمستواهم، وهم بالمناسبه كمان ساهموا في انتصارات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ممكن عشان هم لاعبين كبار جدا وجايين بمقابل مادي كبير، فكان سقف التوقعات كبير بالنسبه لامكانيات لاعبين بحجم رمضان صبحي وحسين شحات، منتظرين منهم المزيد ان شاء الله. نجمين كبيرين طبعا بلا شك الاهلي خلال الفتره اللي جايه، عشان كده انا بتكلم علشان يعني هم لو نجمين عاديين مش هنتكلم عليهم. بس كده. طيب خلينا نتكلم عن مستر لاسارتي بقى بالتحديد قبل ما نروح لمباراه تشيرت الثوره، هذه المباراه المصيريه. البعض
من خلال قرايتي خلال الحلقه كده لبعض الاخبار في المواقع بيقول لك ان يوم الحساب بالنسبه لمستر يوم الحساب مره واحده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وان في جلسه وغضب من بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان الراجل ما دفعش بعض اللاعبين. هل الكلام ده في النادي الاهلي؟ حضرتك من ضمن الناس المقربين جدا للنادي والمتابعين بشكل كبير جدا للنادي واخبار وكل ما يخص النادي الاهلي، هل الكلام ده منطقي؟ هو طبعا ده بغض النظر عن قوبي من النادي الاهلي او من عدمه، اي متابع للنادي الاهلي بيعرف ان الحساب في اخر الموسم، مهما يكن من امر لا حساب في منتصف الموسم الا في بعض النوادر. خلي بال حضرتك يعني برضه عشان ما نقولش النادي الاهلي لا عمل مشى في نص موسم، مشى في بدايات موسم، مشى لانه شايف ان الكيمياء بينه وبين بعض المدربين بس حصلت قليل قوي. لا بس حصل يعني حصل مرتين، يعني مثلا الكلام ده محتاج طبعا تاريخ ومحتاج نستعيد بعض الامور، لكن في النهايه خلينا نتكلم في الجزئيه بتاعتنا. لاسارتي ارقامه مع النادي الاهلي في الدوري المصري ارقام رائعه، عامل نتائج كويسه، ولكن هو في افريقيا بس انت بتتكلم على مدير فني ما خرجش من مكانه اللي هو فيه او من بلاده الا مع النادي الاهلي تحديدا في البطولات الافريقيه. اللي جرب افريقيا هيلاقيها مختلفه تماما عن اي بطوله ثانيه. البطوله الافريقيه مختلفه من المناخ مختلف، الاجواء مختلفه، الطيران اللي بياخد 13 ساعه و 14 ساعه مختلف، الارهاق اللي بتصادفه قبل البطولات، فكل احنا مش عايزين نلتمس الاعذار، لان برضو انت بتتكلم في خبرات للنادي الاهلي، بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي، بتتكلم على اكبر نادي في القاره حصل على 8 بطولات قاريه افريقيه وعامل نتائج غير مسبوقه بالنسبه لاي نادي. لكن انا من حكم متابعتي لسارتي من خلال قراءاتي لمبارياته، من خلال سؤالي عنه لكثير من المتابعين للنادي الاهلي والمتنفذين في النادي الاهلي، في اجماع على شخصيته فعلا. اولا شخصيته شخصيه قويه جدا، شخصيه حبوبه وبتحب اللعيبه، وازعم ان اللعيبه مفيش مدرب بيحب لعيبته ولعيبته مش هيحبوه، مش هيبادلوا نفس المشاعر يعني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو استطاع ان يصل الى توليفه مناسبه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بالنسبه له هو لسه ما عرفش يظبط حته المباريات الخارجيه. ممكن يكون هو حاطط في دماغه شويه العنصر الدفاعي شويه بحكم انه برضه بالنسبه له ان افريقيا مجهول، فبالتالي هو بيبقى عنده تحفظ دفاعي في بعض المباريات الخارجيه. طبعًا. وده اللي بيؤدي ان الاهلي يضغط في اوقات غير مناسبه، وكمان مش عايزين نقول قله الخبرات، لا هو بس ممكن تكون برضو ايه رعونه من بعض لعيبه النادي الاهلي وقله خبره. مش عارف بس مش عايز اقول لك ازاي ان الاهلي اصلا ما ينفعش اقول عليه قله خبره، انه ما بيعرفش يحافظ على الدقائق الاخيره. يعني خلي بالك الدقيقه 84 يجي فيك هدف، ومن هدف ممكن لولا قيمه كم من 10 خلال الفتره اللي فاتت دي سريعا قبل ما اروح للهاتف؟ ممكن اقول 6.5 7، وده كويس في جيد في شهرين طبعًا بس طبعًا. طيب خلينا قبل بقى ما نتكلم او خلاص نتكلم عن مباراه شبيبه الثوره والاهلي ان شاء الله المقبله يوم السبت، خلينا ناخد على الهاتف الاستاذ ياسين معلومي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الجزائريه. يا استاذ ياسين مساء الخير عليك. مساء الخير هشام، ومساء الخير لضيفك الكريم الدكتور عبد المنعم ثاني، وان شاء الله نديكم المعلومات. اهلا بحضرتك، ويعني عايزين نتكلم مع حضرتك عن مباراه الاهلي وشبيبه الثوره المقبله ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم في الاسكندريه. كيف ترون هذه المباراه واستعدادات الفريق الجزائري لمباراه يوم السبت، وامتى موعد وصول كمان فريق شبيبه الثوره لمصر؟ شوف والله لحد الان انا شوف الحاجه اللي يمكن من يعني نوصلها للجمهور المصري، وان هذا النادي تاسس في سنه 2008، يعني عنده 10 سنوات. يعني وصوله الى هذا الدور انجاز كبير. الفارق بين النادي الاهلي وفريق الثوره هو 100 سنه، يعني 100 سنه 112 الفرق بين النادي الاهلي وفريق 102 كده الثوره 101 تمام. طبعا اتفضل من جهه ثانيه من جهة ثانية لا أحد أظن حتى يعني رئيس الفريق تكلم بالأمس مدرب الفريق اللاعبين كلهم يقول لك احنا رايحين إلى معركة تقريبا
مستحيله، لانك باش تفوز على النادي الاهلي في عقد داره بمجموعه من اللاعبين الكبار اللي يلعبوا في المنتخب، يعني هذا امر صعب وصعب يعني جدا. ولكن في كره القدم يعني كل شيء ممكن. طبعا مش ممكن هي مباراه في 90 دقيقه. النادي الاهلي مجبر على الفوز، ربما شدد الثوره يكتب تعادل، يعني في حسابات تاع المدربين. ولكن نقولوا الحقيقه ان وصول نادي الثوره في ثاني مشاركه له الى هذا الدور انا اعتبره معجزه ومعجزه. معجزه. طيب عايز اتكلم عن الطموح بالنسبه لفريق شبيبه الثوره بعد ما هم خلاص دلوقتي متصدرين المجموعه بعد الجوله الخامسه بالتحديد من المجموعه. هل الطموح زاد شويه عند الفريق؟ عندهم دلوقتي امال كبيره في التاهل للادوار المقبله، ولا الامور بالنسبه لهم بيفكروا فيها ازاي؟ والله نقول لك حاجه، هذا الفريق وراه يعني شركه بتروليه كبيره، وراه رئيس نادي يعني يملك الاموال ويملك يعني كل شيء، وراه جمهور، وراه نظن الطموح. هو كان منذ 10 سنوات رئيس الفريق كان يقول انا طموحي اني نادي الاهلي المصري يلعب في مدينه الثوره، والطموح تاعه انه اتحقق، يعني تحقق انه فريق كبير يعني بقيمه النادي الاهلي ينزل ضيف يعني على المدينة تاعو. الطموح نقول لك لما لعب مع النادي الاهلي وعمل التعادل، نقول لك الطموح لدى اللاعبين راح يزيد، لدى الطاقم الفني راح يزيد. ولكن انا نقول لك حاجه، نعاود لك نقول لك ان الوصول لهذا الدور يعني ولا احد، ولا حتى في الجزائر، حتى في الجزائر العاصمه وما جاورها، حتى من ينتظر يعني نادي الثوره راح يوصل لهذا الدور. طيب موعد وصول الفريق ان شاء الله للقاهره هيكون امتى؟ والله كسوف لحد الان نظن الامور ما زال اكتش، وانا نظن يعني يوم الاربعاء، يعني تقريبا هو فيه بين الجزائر والقاهره فيه رحلتين يومين، وحده تابعه للخطوط الجزائريه والثانيه خطوط الطريق. هو تقريبا حسب المعلومات اللي عندي يقولوا يوم الاربعاء، ولكن وصلوا لحد الان ولا حاجه. تمام. استاذ ياسين معلومي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الجزائريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. واسمه شكرا، عندي اضافه فقط. نتمنى ان اللقاء، نتمنى فقط اللقاء انه يجرى في روح رياضيه عاليه. اكيد ان شاء الله. ما عدا هذا نظن فريق شبيبه الثوره متخوفين من حكم التونسي. لماذا؟ يقول لك لانه يعني منذ بدايه البطوله حكم مرتين فريق الاهلي وفاز معاه مرتين، يقولوا حتى انه في الصحافه المصريه يقولوا انه حتى هو متعود على الكره المصريه، يعني بعيدا عن كل هذا وبعيدا عن الكواليس وبعيدا، انا اتمنى فقط ان اللقاء يجرى في روح رياضيه، وان الفائز اللي يتمكن واسمه في الاخر انه يتوج بهذا التاج لافريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبكل تاكيد ان شاء الله المباراه تخرج بالروح الرياضيه والعلاقات القويه كمان ما بين الشعبين وبين الناديين، والامور كلها تبقى جيده باذن الله. وموضوع التحكيم ده شايف ان هو ملوش يعني موضع من الاعراب الكلام على التحكيم قبل هذه المباراه، بالتحديد السلمي اللي هو الحكم التونسي اللي هيقود هذه المباراه، هم بيتكلموا يعني ان الاهلي لعب معاه في هذه البطوله مرتين، مره امام فريق جيما ابا جيفار. لا مرتين بس. كان في مره في البطوله العربيه كمان، كان في مره في البطوله العربيه. بالظبط، جيما ابا جيفار في مصر والاهلي كسب 2-0، وفيتا كلوب والاهلي كسب 2-0 برضه هنا في مصر، يعني هم واخدين من المنطق ده، لكن اكيد مش مقياس اطلاقا يعني. هو ممكن يجامل النادي الاهلي عشان مش مقياس خالص يعني. هو علشان انا حكمت لي يعني حكمت ماتشين ثلاثه للفريق يبقى انا هجامل هذا الفريق. مش حاجه مش منطقيه يعني. لا طبعا غير منطقي، ولكن خلي بال حضرتك برضه ده منطقي وطبيعي ان الناس كل اي حد قبل البطوله اي مباراه مهمه بيبقى في كلام بيطلع من هنا ومن هنا. طبعا احنا اتعودنا عليها يعني، فبالك بالنادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي شيء. طيب طبيعي يعني. المباراه بقى حضرتك شايفها ازاي، مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، وايه المطلوب من عناصر النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين، واهم عنصر كمان عنصر الجمهور؟ انا مش خايف. تمام. لسبب بسيط زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، خبرات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، جهاز الفني النادي الاهلي قادر على انه يتجاوز هذه المباراه المهمه. الاهلي صعبها لنفسه،
الاهلي هو اللي وصل نفسه ان هو يبقى يعني يوصل لهذه النقطه انه لازم يكسب المباراه عشان يتاهل للمباراه الدور الثاني او دور الثمانيه. لكن في كل الاحوال طالما وصلنا الى هذه النقطه فبالتالي لازم نتكلم في هذه الظروف، وهذه الظروف تحتم عده اعتبارات فنيه وعده اعتبارات اداريه وعده اعتبارات متعلقه بامور كثيره. اولا من الان طبعا انا عارف انه المفروض يكون في تدريب بكره صباحا او الساعه 9 ان شاء الله بالظبط كده، تدريب 9 صباحا. هذا التدريب يعني يبقى فيه تركيز وتاكيد من الجهاز الفني على اغلاق اي عوامل خارجيه تؤثر على النادي الاهلي، بمعنى لا كلام ولا اي حديث في المعسكر او في التدريبات او في البيت عند اللاعب، ما يروح البيت عنده الا عن المباراه والتركيز في المباراه التركيز الكامل والكافي، لانك انت مصيرك الاهلي واستمراره في البطوله معلق على هذه المباراه، فبالتالي لا مجال لاي تهاون ولا مجال لاي عدم تركيز ولا مجال لاي امور تخرج اللاعبين عن النطاق. نمره اثنين، الجهاز الفني لازم يعني يعكف، وطبعا لاسرتي طبعا عايش في مصر هنا، فبالتالي كل تفكيره مصب على هذه المباراه والعناصر الافضل في انها يعني يشركها في هذه المباراه. طبعا اهم عنصر الناس مش واخده بالها منه هو عنصر حراسه المرمى. كويس. حراسه المرمى وجود علي لطفي، طبعا انا وانت يمكن سمعنا قبل الهوا ان هو ربما يكون دخل تشكيل افضل 11. لسه الخبر مش مؤكد، ولكن في كل الاحوال حتى لو كانت شائعه مجرد ذكر علي لطفي صح. في انه يدخل الترشيحات او دائره الترشيحات تشكيلة الجولة فهي فكل ذلك عباره عن دعم كبير للغايه لعلي لطفي. كويس. علي لطفي مشكلته الاساسيه مع النادي الاهلي انه حظ وحش، لكن هو حارس امكاناته عاليه وحاس عنده خبرات، الناس مش واخده بالها ان علي لطفي حارس منتخبات من جيل اصلا محمد صلاح ومن جيل مروان محسن ومن جيل اللي لعب مباريات افريقيه كثيره مع هاني رمزي لما كان مسؤول عن المنتخب الاولمبي، وحتى انا سافرت معاه كانت السفريه كان هو ابو جبل وكان محمد بسام الحراس الاساسيين للمنتخب، وكان علي لطفي احد العناصر الاساسيه اللي بتشارك بصفه اساسيه، فبالتالي ممكن انت في هذه المباراه يكون مكاسبك كثيره جدا منها حراسه المرمى ومنها زي ما انت كسبت الشناوي السنه اللي فاتت وبقى حارس رقم واحد وحارس مصر في الموديل، ايه المانع ان تكسب حارس مرمى بشيء من التعقل وبشيء من الرؤيه؟ انا قريت في بعض الكلام ما عجبنيش بصراحه ان ممكن محمد الشناوي يلعب ببعض المسكنات ورباط ضاغط على المكان الالم، انا شايفه مغامره غير محسوبه العواقب، لكن ممكن يكون السيناريو البديل والافضل هو تدريب احد اللاعبين على، بس اهم حاجه مش تدريبه خلاص يعني بالزبط. بجيبش واحد كده ومن 11 اقول له تعالى انت تدرب على حراسه المرمى وخلاص، لا واحد يكون يمتلك المواصفات، حد طويل، حد مثلا عنده رشاقه عنده مرونه، وفي النهايه هيلعب يعني مش هيتقال اسمه ان هو يبقى حارس بس، لا ممكن يشارك كمان في المباراه، وان شاء الله ما نلجاش او الاهلي لا يلجا الى الحل ده، والاهلي ان شاء الله يحسم المباراه. لكن انا لغايه دلوقتي ما اعرفش هيلعب بمين في التشكيل، لكن اي لاعب من النادي الاهلي لازم يحط في دماغه ان هذه المباراه مفصليه، لانه الاهلي من حوالي 6 سنين لم يحصل على هذا اللقب، وعيب على لعيبه في حجم النادي الاهلي انه البطوله تخرج منه 6 مرات ورا بعض. تمام، ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا ان هم يفوزوا باللقب هذا الموسم. بمناسبه موضوع الشناوي والحارس البديل وكده، لسه 4 5 ايام يا جماعه عن المباراه، الامور كلها حبان بعد الكشف اللي هيحصل لمحمد الشناوي النهارده او بكره ان شاء الله بالكتير، هيبان هل ممكن يبقى متواجد على دكه البدلاء ولا لا، وده اللي ان شاء الله هيبان ونتمنى انه يحصل، واكيد كل الدعم لعلي لطفي. استاذ عبد المنعم فهمي نورتني وشرفتني، وانا كنت سعيد طبعا حضرتك معايا النهارده. وانا اسعد بوجودي مع حضرتك. استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي كان معانا في فقره اخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.